بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا هذه المشاركة بقيام تحت رعاية المجلس البلدي والهلال الأحمر الليبي بمدينة ترهونة. طبعا الاسم عبد الناصر رمضان جمعة الشقاقي العضو المكلف للهلال الأحمر ورئيس جمعية التحدي من فئة الاحتياجات الخاصة. طبعا قمنا في هذا اليوم بالاحتفالية بعيد الطفل حتى نوصلوا للعالم بأن ليبيا سلام، ترهونة سلام، للعالم برسالتنا طبعا من الاحتياجات الخاصة حتى ينظروا لها العالم وينظروا لها الليبيين بأن احنا الاحتياجات الخاصة نوصل لكم رسالة يا أهلنا في ليبيا، يا أهلنا في 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 ربوع ليبيا، إن الاحتياجات الخاصة تناديكم في السلام، تناديكم في الأمن والأمان. وبارك الله في أهل ترهونة الخيرين الذين وقفوا معنا ودعمونا وفي الاحتياجات الخاصة، بارك الله فيكم وشكرا. ونشكر الإذاعات الذين قاموا في المجهودات الطيبة في هذا الحدث وشكرا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن هنا في دار عرض ترهونة حيث تم استضافة حدث يتمثل في اليوم العالمي للطفل والذي نظمته جمعية الهلال الأحمر تحت رعاية المجلس البلدي بترهونة، والذي استهدف له أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والنازحين والأيتام، حيث قدمت خلال هذا الحفل العديد من الفقرات الفنية والترفيهية التي عكست مدى انسجام الأطفال ورغبتهم في أن يقدموا شيء في هذا الحدث الذي مع الأسف يعني رغم ضعف الإمكانيات إلا أن شباب المنطقة تواجدوا هنا وآلوا على أنفسهم إلا أن يقدموا شيء. ولمسنا مدى انسجام الأطفال وأولياء أمورهم من خلال الفرحة التي ارتسمت على شفاهي وعلى جباهي وعلى الأطفال، ونتمنى دائما المزيد من التواصل من أجل خدمة الطفل، لأن واحدة من أساسيات عمل جمعية الأحمر لا يفوتني أن يحيي كل الجهات التي تعاونت معنا دون أن نحدد جهة معينة، كل الجهات ذات العلاقة من فنيين وإعلاميين ومعلمين وإداريين وكل القطاعات التي كان لها دور في هذا الحدث، أوجه لهم بالتحية. كل من صمم سواء عمل واشتغل واستطاع أن يقدم شيء لهؤلاء الأطفال، ونتمنى دائما التواصل من أجل خدمة الأطفال.